ثواني بس، هتعمل حمام ازاي كده؟ بتضحكي عليا مجنونة. طب وديلها دي بحبه كده. مستسلمة، ده دلع نيش. دي بص ما رمشتش حد، طلعي ديلها كده، ديلها غلط، ما رمشتش يا اللي انت بنتي. عاملاه ده مش شتا بقى، لابسة طاقية ونايمة ولابسها سولوبيت ومبينة لها قديه عشان بتحب تنضف ايدها باستمرار. والله العظيم شكلها عاملة زي البيبي الصغير أصلا، بص عاملة ازاي، لا إله إلا الله. بجد ايه اللي انت عاملة ده؟ ما مرضتش اكبسلها دي من تحت كده، عايزة اعمله لك ايه؟ هي دي اسمها ايه أصلا؟ سولوبيت. سلوبيتا؟ لا أيوة سيبيها كده، ما تلبسهاش. لا مش هي. طب هتعمل حمام ازاي؟ ثواني بس، هتعمل حمام ازاي كده؟ بتضحكي عليا مجنونة. طب وديلها دي بحبه كده. مستسلمة، ده دلع نيش. دي بص ما رمشتش حد، طلعي ديلها كده، ديلها غلط، ما رمشتش يا بنتي. ايوه صح كده، سيبيه كده، هطلعه كده. ايوه كده. ايه رأيك؟ بص والله بص بتتمطع، بسم الله ما شاء العظيم الله. السلوبة بتاعك ده بالظبط، لقيته صغير وقديم ورحتوا جايبوه من احنا الأسر. المفروض جايبين القطة دي عشان تسلينا صح؟ ها؟ بصي عشان تسلينا يا جماعة، قومي اشتغلي، قومي والله اعملي أي العظيم لو حاجة، صحيت قومي ولقيت، ضحكينا. لو بص لابسه بصي ازاي؟ لا والله ده في سابع نومة، يعني احنا المفروض هي اللي تسلينا، لا ده احنا اللي بنسليها. بص نايمة ازاي غطسانة. والله العظيم يعني ايه ده يا عم؟ قومي اعملي بلقمتك حتى، سلينا شوية، على فكرة لو اتنططي. قامت لقيت ده عليها هتتشنك عشان تقلع، أنا عارف. لا والله بصي دي اصلا دي في حتة تانية يا هوريها ام لك، بلد. بس الناس مش مصدقة ان ايه ايه ست ايه كتف اهو صحيت ايه يا ست؟ اهو. هتنام تاني ولكنها اي حاجة دي مش حاسة بيها اصلا. حاسة نفسك ازاي؟ انا الكائن ده المفروض يا جماعة، طب قومي اعملي بلقمتك، طيب طب سيبها عشان تعبانة، بس تعبانة سيبها. ايه، قومي اعملي اي حاجة. قامت اتعدلت وخلاص. اه والله مرتاحة، مرتاحة شركة مرتاحة للنقل والسياحة، يعني احنا جايبينها عشان تسلينا، احنا جبناها ونخدم عليها. ست شوف بس ايدها متعورة كده، ورمة انت المفروض تروح تبص عليها بكرة، وانت بتبص عليها وطمنت عليها تروح مسربها في الشارع. لا 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 انا حبيتها صراحة. حبيتها؟ ما اه والله انا حبيتها. عارفة انك ان هي غالية علينا، بس احنا نعمل ايه؟ نسربها عشان خاطر ايه؟ نسيبها بقى تتعاون. مش عارف تعامل والله، مش طلعت بره بص قابلتها. اتحرقت ازاي يا جماعة، اتحرقت الف سلام عليك. بص نايمة ازاي؟ بص والله، اتحرقت اهو. يقوم يعملي بأي حاجة. طب الحرق ده بيروح بايه؟ ثواني بس يا ام ملك، بص ولا الهوا ولا الهوا. سيبها هي او ملك. لا لا سيبيها خلاص. مش هتقوم اصلا. يلا خلاص نامي نامي، محدش اكنها بيبي تقولك بص. لبس الطاقية بقى لبسها الطاقية. عشان تتفي ودنك. ايوه بس كده يا عسل، يلا نام، يلا تصبحوا على خير. في نهاية الفيديو حابة تقولي حاجة؟ اجيب لها بروفل. بروفل؟ ما بتحبش على فكرة الحاجات دي. انا فكرة ربنا يستر، مش هتعمل ايه الصبح. شكلها مش هتقوم النهاردة، هتقوم على بكرة صح؟